عرس مرام ونصوح وشو صار مع عائلة البيوتي؟ شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع غيث مروان وسارة الورع اللي تفاعلوا اليوم بستوريات، كانوا عم يشتروا غراض لعبتهم الجديد، وفي حدا من المتابعين علق لغيث: حلو ما دامك عند الصيدلية جيب لك علاجات لأنها ما راح تطبخ لك ولا شيء من اللي اشتريته. هي كانت ردة فعل سارة. أما عائلة البيوتي فنشروا ستوريات أكدوا إنه هن عم يجهزوا حالهم لسفرة اليونان ودبي بعد يومين، وأيضا الجمهور كلهم متحمس ليعرف مين اللي خطب في بيت البيوتي. أيضا مرام ونصوح امبارح احتفلوا بوصول أهل مرام لدبي، والواضح إن العرس رح يكون قريبا. وبتعرفوا كمان قريبا إحنا رايحين على اليونان، فكثير رح أشتاق وهيك، فبدي أطلع أعمل شيء وأشوف رفقاتي وأطلع مع رفقاتي إنه قبل ما أروح أنا. فالمشكلة بشرين يعني حبيت إنه اليوم تروح تعمل شوبينج، ونحن رايحين لدبي، بدبي على طول بنعمل شوبينج، ورايحين على اليونان، اليونان أكيد رح نعمل شوبينج، فإنه